أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات تختلط أرواحهم بالعنف وحب الألعاب البلاستيكية التي تقتل براءتهم كالمسدسات والرماح والسيوف وغيرها الكثير من الألعاب التي ترسخ العنف في نفوسهم. كان عمره تقريباً 3 سنوات، كان طباعه حادة، يحب الأدوات الحادة، سكاكين، براغي، أشياء كذا، عدة السيارات، مثلاً الطلقات اللي حق الرشاشات يموت عليها لما إنه يطلق على الشخص ويشوفه يتأذى أو يتأوه أو يقول شيء كذا، يعني تحسينه متعة عنده. قصص وحكايات ترويها الأمهات عن تعرض أبنائهن إلى خطر الإصابة من الألعاب البلاستيكية. ولدي مع أخته قاعد إنه يمزح معها بهذا المسدس اللي بشريحة حمراء، هو تركبينها بالمسدس وكان صوبها على عينها، بس الحمد لله جت سليمة وما جت بالعين مرة. تواجد ألعاب العنف في الأسواق قد يهدم حياة الأطفال مستقبلاً. طبعاً ما نأيد الألعاب الحادة في الأسواق، ولا وهي كذلك يغذيها الألعاب الإلكترونية وفي الجوالات، تعتبر دعاية لها. كثرة استخدام الطفل للألعاب الحادة شيء طبيعي أنها تغذي العنف عنده، وكذلك منها خطورة عليه. الكثير من ألعاب الأطفال تسبب إصابة لهم ولمن حولهم، فلكل مرحلة عمرية ما يناسبها من الألعاب، كما إن لعبة الطفل تساهم إلى حد بعيد في الكشف عن بعض المهارات لديه وتنميتها. لطيفة العويض الإخبارية، الأحساء.